الوقوف عند آخر المعطيات الداخلية في السياسة بعيدا عن الوضع الإقليمي، علما بأن دائما هناك ترابط بين الوضع الداخلي وأيضا الوضع الإقليمي، ينضم إلي مباشرة الصحافي والمحلل السياسي علي حميدي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. سأبدأ من كلام الرئيس برية اللي كنت يعني قرأته أنا خلال موجز الأخبار، ويقول فيه الرئيس برية لصحيفة الأخبار: ليس هناك سوى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح. هل توافق على كلام الرئيس برية؟ مع احترامي للرئيس برية، هذا الكلام غير صحيح. هناك على الأقل مرشحين، وهناك الوزير السابق سليمان فرنجية صحيح، وهناك القائد الجيش العماد جوزيف عون وهو مرشح حقيقي. طبعا تراجعت حظوظ مرشح القوى السيادية الوزير السابق جهاد أزعور، لأنه صار في تفكك في هذه الجبهة، وما عاد واضح مدى التأييد ل هذه الشخصية، وهي شخصية مرموقة وذات وزن كبير دولي وصاحبة كفاءة عالية. وهنا أشدد على مسألة الكفاءة، لأن رئاسة الجمهورية أيضا تحتاج إلى كفاءات وليس فقط إلى أسماء. فيما يتعلق بمقولة الرئيس نبيه بري، مع احترامنا له، لا، هذا أمر منه صحيح، وهذا لا يعني، وهذا كلام يعني هو اختصار ومحاولة ابتلاع اللعبة وإعادة فرض مرشح واحد بعينه. طب ماذا يريد أن يقول الرئيس بري؟ يعني ما هي الرسالة التي يوصلها الرئيس بري؟ هل يؤكد بأنه يا إما سليمان فرنجية يا لرئاسة؟ يعني ماذا يحاول أن يوصل الأفرقاء السياسيين؟ تماما، يعني هذا رجعنا على المربع الأول، وهو مربع إما سليمان فرنجية أو ما في رئيس جمهورية، وما في رئيس جمهورية ومنكمل بالتعطيل ومنكمل بالفراغ الرئاسي إلى ما شاء الله. ويريد الرئيس نبيه بري ربما أن يستغل الوضع الإقليمي والضغوط والوضع الضاغط على المؤسسات اللبنانية، ولا سيما أننا رأينا ما حصل بالنسبة للتمديد لقائد الجيش، وأنه لدينا مشكلة كبيرة على صعيد ملء الشغور في المؤسسات، وهناك قضايا يعني تحتاج إلى حكومة حقيقية، وليس هذه الحكومة، هذه حكومة تصريف أعمال وليست حكومة مكتملة الأوصاف، وتفعل ما تقدر عليه طبعا مع كل تحفظاتنا على الكثير من مما تقوم به هذه الحكومة. لكن ما في شك أنه يريد الرئيس بري بيقول بين هذا الكلام، يريد استغلال اللحظة الإقليمية السانحة والضغط على البلد ومسألة الاشتباك جنوبا بين حزب الله والإسرائيليين ليدفع بقارب الأستاذ سليمان فرنجية إلى الأمام. ولكن ولكن فعليا اليوم طبيعي. ولكن اليوم فعليا إذا بدنا نحكي عن موازين القوى، محور الممانعة هو يعني ليس مكسورا وهو ليس مهزوما، وبالتالي قد يكون الرئيس بري ينطلق من هذا المكان، خصوصا بأنه تردد رغم نفي الرئيس بري سابقا بأنه بنعطيكم 1701 بتعطونا الرئاسة. هلا نفى هذا الكلام الرئيس بري، ولكن بعض الأوساط تؤكد بأنه المقايضات بالآخر قد تتم بين الجهات السياسية. فهل ينطلق من هذا المنطلق الرئيس بري بأنه هذا المحور اليوم منتصر، وبالتالي فرصة إيصال سليمان فرنجية واردة، وقد يكون هذا الأمر بعد التفاوض بين حزب الله والأمريكيين على الانسحاب إلى شمال الليطاني، وبالتالي يعني تحصل هكذا تسوية؟ اولا المحور منه منتصر، المحور لكن منه مهزوم، قادر يفتح، ما عم نقول مهزوم بس منه منتصر، في فرق كبير. بلبنان لو قادر هذا المحور انه يوصل سليمان فرنجية كان بيفتح دغري مجلس النواب وبيعمل جلسه، بيعرف انه ما بيقدر يجيب سليمان فرنجية من دون ما يحاول استماله عدد من الاطراف، وهذه الاطراف حتى الان منا ماشي بموضوع سليمان فرنجية. سليمان فرنجية بنظر هذه القوى، وانا لا اتحدث عن رايي الشخصي، رايي الشخصي بمكان اخر، يعني مش وقته اليوم، بس راي الاخرين انه سليمان فرنجية يمثل
حالة الهيمنة الكاملة والشاملة والتامة لحزب الله على كل مقدرات البلد. صحيح أن المرشح الآخر قائد الجيش ليس خصما وليس عدوا لحزب الله، وهو حقيقة ما عنده أخطاء مع حزب الله بعلاقته، علاقته جيدة مع حزب الله، إنما يمثل حالة من التوازن من التسوية بالبلد. المسألة منا بالبلد بلبنان بالداخل منا قصة هزيمة ولا انتصار. انتصار هذا المحور على بقية البلد هذا أمر مرفوض، انتصار القوى الأخرى على محور حزب الله وجزء منه طبعا حركة أمل والرئيس بري وشركائهم كمان هذا أمر ما بيمشي البلد، يعني ما بيمشي لأنه بيصفي فيه قلاقل بالبلد. ولكن على أرض الواقع أستاذ علي، على أرض الواقع يعني إذا بدنا نشوف الفريق الآخر يلي هو الفريق المسيحي متخوف من يلي عم بيصير، عم بتقول بأنه الأمر لا يصير كذلك، ولكن إذا تبعت تصريحات الزعماء المسيحيين خلال هذا الأسبوع، إن كان جبران باسيل يلي قال بأنه لا أحد يعتقد أن دم الشهداء هو في سبيل تحصيل مكاسب سياسية، عندك سمير جعجع يقول غرد على أكس وقال رئاسة الجمهورية لن تكون بدل عن ضائع في المفاوضات الإقليمية، عندك سامي الجميل يلي قال نرفض أن تكون بيروت جائزة طردية مقابل الحدود. يعني كل المسيحيين هولي بشكل القوى المسيحية الكبرى يبدو بأنه المتخوفين بأنه بالآخر يصير في تسوية ورئاسة الجمهورية تكون ثمن لها. ما ممكن أنه تصير تسوية على ظهر المسيحيين ورغما عن المسيحيين، هذا أول على آخر هذا منصب، هذا منصب لكل لبنان، لكنه منصب ضمن التركيبة اللبنانية هو منصب للمسيحيين. ولكن كيف يعني تقرأ تصريحاتهم خوفهم، يعني مواضح الخوف أو التحذير من خلال كل واحد له منطلقاته. يعني بالنسبة للوزير باسيل هو جزء من مناورته ولا سيما أنه لا يزال ملتصقا بحزب الله في مكان أو آخر، يعني مشكلته مشكلة داخلية أكثر ما هي مشكلة بالشأن العام وبمسألة الرؤية إلى مستقبل هذا البلد، وهذا مع احترامنا له، يعني نحن مش عم نجي نقيم الناس بدواخلهم وشو ببيته. فيما يتعلق بالطرفين الآخرين حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية منطلقات مختلفة، رفض لهيمنة حزب الله. سليمان فرنجي بالنسبة لهؤلاء يمثل هيمنة شاملة وتامة لحزب الله على البلد ولا سيما على المكون المسيحي، هذه المكون لن يقبل، وهذا المكون إذا انتخب سليمان فرنجية بشكل أو بآخر قدروا يمرقوا سليمان فرنجية، أنا بأكد لك أنه هذا البلد شوي شوي بيروح على التقسيم وبيروح على قلاقل كبيرة بالوسط المسيحي ضد تركيبة لبنان الواحد، وهذا الأمر لازم ينتبهوا له، وهذا الأمر حتى الأستاذ سليمان فرنجية لازم ينتبه له أنه ما عنده غطاء مسيحي بالرغم من كل قوة محور حزب الله، هو مسيحيا هو مكشوف مسيحيا ما بيمشوا فيه المسيحيين، مع احترامنا لمسيحيته 24 إيرات مثل ما بيقول فارس السعيد عنه وعائلة كريمة وشخصية، يعني ما قلنا نحكي عليها كشخص وكقيادة سياسية محترمة، لكن ما عنده غطاء، هذه مشكلة ما عم بيقدر يعالجها وما رح يقدر يعالجها على الاقل بهذا بالوقت المنظور. فيما ما بيغطي الغطاء 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 ما تفضل بشكل سريع للحق بعد سؤالين. نعم يلا النقطه الاخيره اللي متعلقه بقصه المقايضه والتسويه، ما في مقايضه، ما صحيح هذا الكلام، بس بالسياسه دائما في مقايضه يا استاذ علي، كيف يعني بكره اليوم لما بدهم اليوم لما بدهم يلاقوا حل للجبهه الجنوبيه، واليوم لما بدها تدخل امريكا مين بدها تفاوض؟ ستفاوض الاقوى يلي هو حزب الله، وبالتالي كله بيصير على طاوله المفاوضات. مزبوط بس ما راح يعطوا رئاسه الجمهوريه لحزب الله، لانه لبنان يحتاج الى ان يكون هناك توازن، اوريدي عندهم رئاسه مجلس النواب، اليوم عنده رئاسة مجلس الوزراء، يعني دخلك الرئيس نجيب ميقاتي وين بيرسي بالآخر بالعمق، وينه بالعمق؟ هو عند حزب الله وعند الرئيس نبيه بري، منه بمحل آخر، وهو جزء من تشتت السنة بالبلد، هو سببه هو مواقف الرئيس نجيب ميقاتي، مع احترامنا له صديق شخصي نحن وياه في صداقة شخصية، بس انت بتعرف يا استاذ علي اذا ما عنده الغطاء الشيعي ولا جلسة من جلسات مجلس الوزراء بتنعقد، يعني اذا ما اجوا امل النصاب الشيعي لا يستطيع ان يعمل الشيعي. يكبل
عراسي، بس في فرق بين الغطاء الشيعي والتماهي بشكل كامل وتام مع الثنائي بكل شيء، بكل شيردي وورد. السؤال الأخير كبير. السؤال الأخير، التقارب الجنبلاط وفرنجية والعشائي اللي راح يجمعهم نهار التنين، هل ممكن أن يشكل يعني خرق مدخل يميل جنبلاط ساعتها إلى فرنجية، أم هذا العشاء فقط هو من باب الود وعشاء عائلة ولا يصرف في السياسة، أم كله وارد؟ بلا، كل شيء بينصرف بالسياسة، بس تقديري أنه ما رح ينصرف على طاولة الانتخابات الرئاسية. هذه نقطة. ثانيا، الوزير وليد جنبلاط والخط اللي عم بيعتمده هو خط الانفتاح على الجميع وعدم المقاطعة حتى مع الذين لا ينتخبهم. يعني عدم انتخاب سليمان فرنجية ما معناتها أنه ما في ود وما في تواصل، مثل ما عم بحكيك هلا. يعني نحن التعبير اللي عم بعبره هو تعبير معارض لانتخاب سليمان فرنجية، بس هذا ما يعني اننا لا نحترم ولا وليس لدينا ود لهذا الرجل ولعائلته الكريمه اللي هي عائله سياسيه. نعم. تاريخيه بالبلد، بس في عم نحكي بالسياسي وبحسابات السياسي. جنبلاط منفتح على الجميع ولن يغلق علاقاته ولن يسكر، ما رح يسكر علاقاته مع أي طرف من الأطراف مهما كان، حتى لو ما انتخبوا للأستاذ. بس التنين بده من فرنجية رئاسة الأركان. فرنجية هو أحد الأشخاص اللي حسب علمي مقتنع أنه لازم تنحل قصة رئاسة الأركان لصالح تعيين رئيس أركان جديد. يعني بدأ تنحل قصة رئاسة الأركان. نعم. ما ممكن أنك تحل بس قيادة الجيش وتترك رئاسة الأركان فارغة. هيدا مسألة العلاقة بتوازنات البلد والعلاقة بتوازنات المؤسسات العسكرية والمؤسسات الرسمية للبلد، وتقديري أنه فرنجية ماشي بهذا الموضوع حتى بدون عشاء. يعني الموضوع منه بعيد عن تصور فرنجية، وممكن أن يدلي بموقف إيجابي بهذا الموقف بهذا الموضوع مع حلفائه في حركة أمل وفي حزب الله، ويعني كل الأطراف اللي هو. نعم. بيقدر يحكي معها مباشرة وعنده مولي عليها. نعم. الصحافي علي حميري، أنا بدي أتشكرك على هذه المداخلة.